بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الستراكشر ديزاين واخدنا بعض التعريف. المحاضرة دي هنجمع الخطوات بتاعت الستراكشر ديزاين، ازاي نقدر نعمل ستراكشر ديزاين بخطوات للفلور بتاع الهدار. فاول خطوة عندنا ان انا بجيب اكبر ضاغط على الهدار، بجيب أكبر ضغط بيتعرض ليه الهضار، وأنا عندي 3 حالات بيتعرض ليها المجرى المائي: حالة الفيضان، وفي حالة الفيضان بيبقى الأبستريم والداونستريم هاي ووتر ليفل، وحالة انحسار المياه بيبقى الأبستريم والداونستريم لو ووتر ليفل، والحالة التالتة حالة الصيانة، صيانة المنشأ، وفيها بقفل البوابات وبمنع دخول المياه وبيبقى منسوب المياه عند الكريست ليفل. فالهيد في الحالة دي بيبقى الكريست ليفل ناقص الداون ستريم بالليفل. فأول حالة اللي هي الاتش ديزاين بتبقى الاب ستريم هاي ناقص الداون ستريم هاي، بيديني قيمة للهيد اوف ووتر في الحالة دي. الحالة التانية بيبقى اب ستريم لو ووتر ليفل ناقص داون ستريم لو ووتر ليفل، فبيديني برضو قيمة للهيد. الحالة التالتة اللي هي حالة صيانة المنشأ، بقفل المية وبمنعها أثناء صيانة المنشأ، فبيبقى منسوب المية عند الكريست ليفل، بيبقى الهيد اللي على المنشأ في الحالة دي هو عبارة عن كريست ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل. طب مش معنى الداون ستريم بيد ليفل، ممكن البيد ليفل بتاع الهدار يتغير، يبقى الأب ستريم ليه بيد ليفل والداون ستريم ليه بيد ليفل. فالهيد اللي على الهدار في الحالة دي هو عبارة عن الكريست ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل. باخد الهيد الكبير في ال3 حالات يبقى هو ده الاتش ديزاين او اكبر ضاغط بيتعرض ليه الهضار، هو ده اللي هصمم عليه. بعد ما جبت اكبر ضاغط بيتعرض ليه الهضار ابتدي بحسب السيف بيركوليشن لينس. السيف بيركوليشن لينس اللي هو ال بلاي، لو انا هحل بطريقه بلاي، القانون اللي استنتجناه بيقول ان ال بلاي بتساوي سي بلاي، ثابت بيعتمد على نوع التربه، فقيمته بتتراوح من 20 22 وهكذا، بيبقى جيفن مضروبه في الاتش ديزاين هو اكبر ضاغط بيتعرض ليه الهضار اللي انا اخترته من ال3 حالات فاتش ديزاين دي مثلا تطلع 3 متر والسي بلاي ب 20، يبقى ال بلاي يطلع ب 60. ايه ال 60 متر دي؟ ال 60 متر ده بسميها السيف بيركوليشن لينس. يعني ايه السيف بيركوليشن لينس؟ يعني المسار الامن لجزيء الميه حوالين المنشا 60 متر. فاقل مسار مسموح بيه لجزيء الميه حوالين قاعده المنشا 60 متر. يعني لو المسار بتاعنا قل عن 60 متر ايه اللي يحصل؟ ان جزيء الميه يخرج بسرعه عاليه في الداون ستريم، وبالتالي ياخد معاه بارتكل اوف سويل. فلما ياخد معاه بارتكل اوف سويل والموضوع ده يتكرر، التربه اللي في الداون ستريم تنهار، وبالتالي المنشأ مع الزمن ينهار. ده معنى السيف بيركوليشن لينز. فال بلاي بجيبها انها سي بلاي بالاتش زي. طيب انا بعد كده عايز اجيب ال ال داش اللي انا بصممها كمهندس. بقى احنا قلنا ال بلاي دي نظريه، زي الكود بتاعي بيقول لي ان دبس الكاميرا لا يقل عن كذا، هنا برضو بيقول لي مسار جزيء الميه لا يقل عن كذا. انا بقى عايز اجيب اللي انا هصممه، اللي داش ده الطول المسار اللي انا هصممه. فعشان اجيب مسار جزيء الميه حوالين القاعده لازم اصمم القاعده. فعشان اصمم القاعده برسم سكتش للقاعده زي ما انتم شايفين في الشكل ده، وعندي هنا بقسم القاعده ل3 ابعاد افقيه. طول القاعدة قبل الهضار بنسميه L1، عرض الهضار بنسميه L2، وطول القاعدة بعد الهضار بنسميه L-scour. وعندي 3 أبعاد رأسية، السكنس T1 ده في البداية، والسكنس الرئيسي T2 هو ده اللي شايل الوزن الرئيسي بتاع الهضار، والسكنس التالت T3. طب أنا عايز أجيب قيمة الأبعاد دي، بقى دي الأبعاد اللي أنا هصممها كمهندس. الحدود بتاعتها الكود بتاعي مديني حدود لكل بعد من الأبعاد الستة دول. طيب قبل ما أجيب الأبعاد دي هنلاحظ بس إن في كسرة هنا، الكسرة دي بتنقلني من السكنس T2 للسكنس T1.
الكسرة دي معمولة بزاوية 45 درجة، هتلاقي من بداية المنشأ بداية الهضار بزاوية 45 درجة بيتقطع مع T2، وبعد كده نطلع من النقطة دي بزاوية 45 درجة بتنقل من T2 لT1. السبب في حكاية 45 درجة دي إن وزن الهضار بيتوزع بزاوية 45 درجة زي ما احنا عارفين، عشان كده بنعمل زاوية 45 درجة دي، لازم T2 تفضل ماشية معايا لغاية نهاية الزاوية 45 درجة. طيب بينما الكسرة اللي في الداون ستريم دي بعيدة، فهنعرف بعد كده ازاي نجيبها، انما الكسرة الاولانية دي مكانها ثابت بالطريقة دي. طيب ازاي بقى نستنتج الابعاد اللي عندنا؟ اول بعد عندي اللي هو T1، السمك T1 ده الكود بيقول لي خده من نص الواحد متر. البعد T2 ده السمك T2، سوري سمك T2، وده قيمته 2 متر، ممكن افرضه في بداية الحل 2 متر او افرضه 8 من 10 جذر اتش، حيث اتش دي اللي هي الابستريم ديبس اوف ووتر، اتش هنا اللي هو الدبس ده، اتش هنا المقصود بيها الدبس اوف ووتر ده. فاللي عايز يشتغل بسرعة يفرضها من الاول 2 متر. طيب بعد كده التي 3 الكود بتاعي بيقول لي ان تي 3 بتساوي تي 2 على 2، بس لازم الرقم اللي هيطلع هنا يطلع اكبر من او بيساوي 1 متر، اذا تي 3 لا تقل عن 1 متر. اذا لو جيت قسمت تي 2 على 2 ولقيتها اقل من 1 استخدم تي 3 ب 1 متر، يبقى تي 3 اللي هو السمك تي 3 ده في جميع الاحوال لا يقل عن 1 متر. ده بالنسبه للسيكنس. طيب بالنسبه طول القعده، طول القاعدة في الأبستريم L1 دي بتتاخد من 1 لـ2 الدبس أبستريم اللي هو الاتش، اتش ده اللي هو الدبس اوف ووتر أبستريم، يبقى من 1 لـ2 الدبس أبستريم، وأنا بقول لك خدها في حدود 5 متر. ناخدها 5 متر دي هتحقق لك حكاية من 1 لـ2 الدبس دي، فناخدها في حدود 5 متر، يعني L1 دي 5 متر أو زيادة عشان أقدر أعمل فيها الزاوية 45 وبعد كده أعمل الكسرة 45، فلازم ال L1 دي تكون كبيرة شوية، فناخدها في حدود 5 متر. ال L2 حسب نوع الهضار، لو نوع الهضار زي الصورة اللي عندي ده الفيوم طيب بيبقى عرض الهضار L2 3 متر، إنما لو نوع الهضار ستاندنج ويف وير أو برود كريستد وير L2 بتتراوح من 5 ل 8 متر، L2 اللي هو عرض الهضار بتتراوح من 5 ل 8 متر. البعد الثالث اللي هو ال سكور، وده اخذنا في المحاضره اللي فاتت قانون لحسابه بتساوي سي سكور، ده ثابت يعتمد على نوع التربه قيمته غالبا ب10 جذر اتش سكور اللي هو الهيد المسبب للسكور. لو انا ما اديتش سي سكور ممكن تاخدها 6 من 10 سي بلاي، لو انت ما عندكش سي سكور ممكن تاخدها 6 من 10 سي بلاي. اتش سكور او الهيد المسبب للسكور زي ما اخذناه في المحاضره اللي فاتت بيساوي ايه؟ بيساوي upstream high water level ناقص downstream bed level ناقص y critical. طب والy critical بتساوي ايه؟ ال q تربيع على g، معلش هو في غلطه هنا، الاثنين دي معلش سامحوني مكانها مش صح، هي الy بتساوي جذر التكعيبي ل q تربيع على g، q تربيع على g. طيب ال q small دي بقى بتساوي ايه؟ بتساوي ال q maximum على b، حيث b اللي هو length of wheel، اللينس اللي هو عمودي على السبوره، البي اللي هنا اللي هي اللينس عمودي على السبوره. بعد كده بجيب بحسب مسار جزيء الميه حوالين القاعده، مسار جزيء الميه حوالين القاعده، جزيء الميه هينزل هنا T1 وهيمشي L1 وهيمشي L2 هيمشي L2 ويطلع هنا T3، ده مسار جزيء الميه حوالين القاعده. هنهمل بقى الشيت بايل ده مش موجود في الاول، في اول الحسابات ده مش موجود الشيت بايل. طيب هتقول لي بس انت قلت لي L1 وهنا في كسره، احنا قلنا الكسره دي بنهملها بنعتبر جزيء الميه مش افقي عشان تسهيل الحسابات، وكمان لما لو جينا حللنا افقي وراسي هتلاقي الموضوع يعني تقريبا مش بيفرق كتير، عشان كده هنعتبر ان الافقي هنا L1 وL2 L-Score. طيب جزيء الميه هنا هينزل T1 انما هينزل الجزء ده معاه، الجزء ده معاه مجموع T1 زائد الجزء ده راسي هيديني T2، هيديني T2، ولما يجي يطلع برضه هيطلع الحته دي وهيطلع T3،
فالاتنين دولت مع بعض مجموعهم برضو هيبقى T2. إذا هو هينزل رأسي هنا T2 وهيطلع هنا رأسي سوري وهيطلع هنا رأسي T2. إذا ال داش اللي هو مسار جزيء المياه حوالين القاعدة، المسار بقى اللي أنا مصممه كمهندس، المسار اللي أنا مصممه كمهندس بيساوي إيه؟ بيساوي L1 زائد L2 زائد السكور زائد 2T2. T2 اللي هو نزل هنا T2 وطلع هنا T2، يبقى عشان كده زائد 2T2. ده ال L داش اللي أنا مصممه كمهندس. طيب لازم اللي أنا مصممه كمهندس يطلع أكبر من الكود بتاعي المسموح به في الكود أو بيساويه، لو بيساويه يصير برضه. فبقارن ال L داش اللي أنا مصممه كمهندس اللي هو المسار اللي أنا صممته لجزيء المية، بقارنه بال L بلاي اللي أنا جبتها في أول الحل. L بلاي ده اللي هو السيب بيركوليشن لينز، لو اللي أنا مصممه طلع أكبر من السيب بيركوليشن لينز يبقى سيف، يبقى سيف، أنا مش محتاج هنا أزود مسار جزيء المية. انما لو اللي انا مصممه اللي هو ال داش طلع اقل من السيف بيركوليشن لينز يبقى كده انسيف، لان انا مسار جزيء الميه اقل من المسموح به، اقل من ال بلاي، يبقى انسيف. طيب لو انا سبته كده، لو انا سبت المسار اللي انا مصممه اقل من المسموح به، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان جزيء الميه وهو خارج يخرج بسرعه عاليه فياخد معاه بارتكل اوف سويل، مع تكرار الموضوع ده ممكن التربة اللي في الداون ستريم تنهار وبالتالي المنشأ بتاعنا ينهار. طيب يبقى أنا محتاج أزود اللي أنا صممته اللي هو ال داش أوصله للسيب بيركوليشن لينز اللي هو ال ال بلاي. طيب قلنا عشان أوصل ال داش ل ال بلاي لو الفرق بينهم قليل بستخدم دروب، بعمل دروب في القاعدة بسميه أبرون، دروب في القاعدة بسميه أبرون، ممكن أعمله هنا في الداون ستريم وممكن اعمله في الابستريم وممكن اعمله في الاثنين مع بعض، ممكن اعمله في الاثنين مع بعض. طيب لو الفرق كبير في حدود 4 متر، لو الفرق ما بين ال بلاي وال داش انا عايز ازود ال داش بحدود 4 متر عشان توصل لل بلاي، يبقى بستخدم الشيت بايل، لان الشيت بايل اقل دبس مسموح بيه لي 2 متر. فمعنى دبس الشيت بايل 2 متر معنى كده ان جزيء الميه بينزل 2 ويطلع 2، معنى وجود شيت بايل يبقى جزيء لو الدبس بتاعه 2 متر يبقى ينزل 2 ويطلع 2 يعني 4 متر. فببتدي احسب الدبس اوف شيت بايل، هو عباره عن ال L بلاي اللي هي الكبيره اللي هو السيب بيركوليشن لينز ناقص L داش اللي عايز ازودها على 2. ليه على 2؟ عشان قلنا ان الدبس بتاع الشيت بايل بيديني مسارين لجزيء الميه، بيديني مسارين لجزيء الميه. من هنا اجيب الدبس اوف شيت بايل، لازم الدبس ده يطلع اقل من 7 متر، لان الكود بيقول لي ان اكبر دبس للشيت بايل 7 متر. والدبس ده لا يقل عن 2 متر. لو زاد عن 7 متر بستخدم اكتر من شيت بايل. وعرفنا المره اللي فاتت الشرط ان انا لما احط اكتر من صف من الشيت بايل لازم المسافه اللي بينهم يبقى اكبر من مجموع دبسهم عشان الفلو يبقى صح. بعد كده برسم الابليفت دايجرام. هو علاقة ما بين الـ H design اللي هو أكبر هيد بيتعرض للهضار، من بختاره من ثلاث حالات، بحطه على المحور الرأسي، وعلى الأفقي اللي هو طول القاعدة اللي احنا لسه جايبينه الوقت. بعد كده العلاقة ما بين L H اللي بتساوي C في H، وقلنا إذا تحرك جزيء المية حركة رأسية بينتج عنها دروب رأسي في الأبليفت، طب قيمة الدروب في الهيد ده قد إيه؟ دي مسافة عايز احولها لهيد، يبقى ده العلاقة ما بين المسافة والهيد. اطبق هنا الـ T1 المسافة بتساوي الـ C في الدلتا H1، يبقى الدروب في الهيد قيمته الـ T1 على الـ C، يبقى قيمة الدروب في الهيد هنا اطلع فوق بقيمة T1 على الـ C. إذا تحرك بعد كده اللي هو الخط الأزرق ده جزيء المية حركة أفقية، اللي هو الخط الأزرق ده بينتج عنه خط مايل في الأبليفت دايجرام. طب الخط المايل ده أجيب ميله إزاي؟ بطبق برضو في قانون L اللي هي طول القاعدة اللي هي L1 زائد L2 زائد L سكور، L بتساوي C في دلتا H2، يبقى دلتا H2 بتساوي L على C، يبقى التغير اللي هيحصل في الهيد هنا اللي هو L على C، والأفق هنا اللي هو L، ويبقى ده الخط بتاعنا الخط المايل ده. يبقى الخط المايل الأزرق ده معرف بترمين، الأفق بتاعه L والرأس بتاعه اللي هو الدلتا اتش اللي هو التغير في الهيد اللي هو عبارة عن المسافة على السي إلا على سي.
طيب آخر حاجة جزيء المية هيطلع تي 3، يبقى الدروب هطبق في قانون، يبقى الدروب في الهيد الناتج عنها تي 3 على السي، يبقى الدروب ده هو عبارة عن تي 3 على السي. اتفقنا قبل كده ان الديزاين سيكشن هو الديزاين هو السيكشن اللي تحت بداية الهضار، عشان كده انا محتاج اتش 2، فبجيب اتش 2. اتش 2 بالحسابات بتساوي ايه؟ اتش 2 بالحسابات قلنا انها بتساوي اتش ديزاين جزيء المايه هيمشي تي 1، هينتج عنه دروب راس هنا في الابليفت اللي هو قيمته تي 1 على سي. بعد كده جزيء المايه عشان يوصل للديزاين سيكشن هنا هيمشي ال 1، هيمشي مسافه ال 1، فال 1 دي عايز احولها للهيد بقسمها على السي، يبقى لو ال 1 دي المسافه عايز احولها هنا للهيد يبقى ال 1 على السي، يبقى دلتا اتش هنا ال 1 على السي. يبقى اتش 2 من على الدايجرام بتساوي اتش ديزاين ناقص تي 1 على السي ناقص ال 1 على السي يديني اتش 2. ده قانون بقى قلنا نبقى عارفينه وحافظينه، ان اتش 2 الهيد اللي عند الديزاين سيكشن، الهيد اوف ووتر عند الديزاين سيكشن بتساوي اتش ديزاين ناقص تي 1 على السي ناقص ال 1 على السي. طب لو في شيت بايل، لو الحسابات قالت لي ان انا محتاج شيت بايل، قلنا احسن مكان للشيت بايل ان انا بحطه تحت بدايه الهضار. ففي حاله وجود الشيت بايل جزيء الميه هينزل دي ويطلع دي، يبقى التغير في الابليفت نتيجه وجود الشيت بايل هيبقى المسافه على سي اللي هو 2 دي 2 الدبس الشيت بايل على السي. في الحاله دي الهيد بتاعي باخده بعد الشيت بايل، الديزاين سيكشن باخده بعد الشيت بايل، يبقى اتش 2 في الحاله دي في حاله وجود شيت بايل هي بتساوي اتش ديزاين ناقص تي 1 على السي ناقص ال 1 على السي ناقص 2 دي على السي، يبقى الترم اللي هزوده هنا اللي هو ناقص 2 دي على السي في حاله وجود الشيت بايل. طيب عايز احول الهيد اتش 2 ده احوله لسيكنس، استنتجنا قانون في المحاضرة اللي فاتت، قلنا بناخد الهيد نضربه في 1 و3 ونقسمه على جاما ماتيريال ناقص 1. جاما ماتيريال اللي هي خرسانة عادية اللي هي 2.2 ناقص 1 يعني 1.2، يبقى الواحد واتنين دي جت عبارة عن جاما ماتيريال 2.2 ناقص 1 يديني هنا 1.2، فالتي 2 بتساوي 1.3.3 دي اللي هي لأنها فاكتور اوف سيفتي، بزود الهيد شوية بحيث ان التي تطلع اكتر من اللي انا عايزها محتاجها بنسبة معينة، يبقى 1.3 في اتش 2 على 1.2 يديني تي 2. تي 2 اللي هتنتج من هنا بقربها لأقرب 1/10 بالزيادة، فمثلا لو طلعت 2.42 تبقى خدها 2.5، بقربها لأقرب 1/10 بالزيادة، دي تي 2. الكود بيقول لي ان تي 3 بتساوي تي 2 على 2، بس الرقم اللي هينتج هنا لازم يطلع اكبر من 1 متر او بيساويه، لو بيساويه اوكي، انما لو جيت اقسم تي 2 على 2 وطلعت مثلا 8/10 ما ينفعش، اخد تي 3 في الحاله دي 1 متر، يبقى تي 3 لا تقل عن 1 متر في الحاله دي. اخر حاجه هنعملها في الديزاين بقى عايزين نعرف تي 3 دي هتمشي قد ايه؟ تي 3 هتمشي قد ايه وتي 2 هنا هتمشي قد ايه، عايزين نعرف مكان الكسره اللي احنا قلنا عليها الثانيه دي، عايزين نعرف مكان الكسره دي نجيبها ازاي. طيب عشان نجيب مكان الكسره دي هنعمل الخطوات التاليه، اول حاجه هطبق في قانون بتاع التي، تي 3 معروفه، المجهول هنا هو الاتش 3 الهيد اللي بتشيله تي 3، الهيد اللي بتشيله تي 3، يبقى تي 3 بتساوي 1.3 في اتش 3 على 1.2، المجهول في المعادله دي هو الهيد اتش 3، يبقى من المعادله دي هجيب الهيد اتش 3، اتش 3 بتساوي 1.2 في تي 3 على 1.3، جبنا الهيد، الهيد اتش 3 ده بيبقى قيمته عند بدايه تي 3، عشان كده لو شفناه هنا هنلاقي ان الهيد اللي جبناه اللي هو اتش 3 جبناه بالمعادله قيمته بتبقى عند بدايه تي 3. طيب لو عايز احول الهيد ده احوله المسافة، ايه القانون اللي بيحول لي الهيد المسافة؟ القانون اللي بيحول لي الهيد اتش 3 ده عشان احوله المسافة اللي هي المسافة، القانون بيقول لي ايه؟ ان ال بتساوي سي في اتش، عشان كده هقول ان ال 3 اللي هو مسار جزيء المية الاخير ده بتساوي سي بلاي، لان انا شغال بطريقة بلاي يبقى السي هنا هو سي بلاي، لو انا شغال بطريقه لين يبقى سي سي لين،
ف ال 3 بتساوي سي بلاي اللي هو الثابت بتاع طريقه بلاي في الاتش 3 اللي هو الهيد بتاعي ده. كده انا حولته المسافه. المسافه دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن اكس اللي هو مسار الجزيء الميه في الاخر هنا، اكس زائد تي 3، لان جزيء الميه هنا في الاخر هيمشي مسافه افقيه اكس وهيطلع هنا تي 3، يبقى هيمشي مسافه افقيه اكس وهيطلع تي 3. يبقى عشان كده يبقى ال 3 السي بلاي في الاتش 3 بتساوي الاكس زائد تي 3. من هنا هجيب الديستانس اكس، يبقى المعادله دي المجهول الوحيد فيها هو اكس. هحسب اكس، حيث اكس دي هي المسافه الافقيه اللي بتمشيها تي 3، اكس هي المسافه الافقيه اللي بتمشيها تي 3. فمن المعادلة دي هجيب قيمة اكس واجي من نهاية القعدة. طب انا عرفت نهاية القعدة منين؟ لان عارف طول ال ال سكور، فعند نهاية ال سكور دي نهاية القعدة، فاجي من نهاية القعدة واروح موقع اكس بالعكس، اوقع اكس باتجاه العكس، اوقعه باتجاه البي، من اتجاه البي للسي، وقعت اكس ورحت عامل من عندها الكسر. طب في مشكلة هنا، ممكن لما اجي احسب اكس من المعادلة دي، في مشكلة هنا ان انا لما اجي احسب اكس من المعادلة ان ممكن اكس دي تطلع لما اجي اوقعها اكبر من ال سكور. يعني لما تيجي توقع هنا اكس اهو هتلاقيها جت تحت المنشأ، ما ينفعش، لان تي 3 دي المفروض ما تشيلش وزن المنشأ، اللي بيشيل وزن المنشأ تي 2، السمك الرئيسي تي 2 هو ده اللي بيشيل وزن المنشأ. فعشان كده في حالة لو جيت أحسب إكس من المعادلة لقيت إكس طلعت أكبر من ال سكوار، إكس هنا مش هتبقى موجودة على الرسم. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ في الحالة دي آخد من نهاية المنشأ بزاوية 45 درجة لغاية ما يقطع تي 2، ومن النقطة دي أطلع أعمل الكسرة التانية. إذا في الحالة دي إكس مالهاش موجودة على الرسم. في الحالة دي إكس مش موجودة على الرسم خالص. يبقى لو اكس قيمتها طلعت اكبر من ال سكور، اكس مش هيبقى ليها وجود على الرسم. هعمل ايه؟ هاجي من نهايه المنشا بزاويه 45 درجه لغايه ما اقطع تي 2، لان وزن المنشا لازم يشيله تي 2، ومن النقطه دي امشي بزاويه 45 درجه للتي 3. طيب لو اكس اقل من ال سكور، دي الحاله العامه ان انا باجي من نهايه المنشا بوقع اكس بالعكس، ومن نهايه اكس بنزل بالكسره بتاعتي، يبقى أنا كده حققت إن تي 2 هي اللي ماشية تحت المنشأ. فبالشكل ده إحنا عملنا كل خطوات الديزاين كاملة. في بعض الأسئلة هنا ممكن تخطر على ذهنك، هتقول لي إيه ده؟ طب إحنا حسبنا تي 2 بالقانون، حسبنا هنا تي 2 بالقانون اللي هو تي 2 بتساوي 1 و3 في اتش 2 على 1 و2. أمال تي 2 ليه فرضناها في الأول؟ إحنا فرضناها في الأول عشان نجيب ال داش، فرضناها في الأول عشان نحسب منها ال داش اللي هو مسار جزيء المية حوالين القعدة. بس اللي هتتنفذ التي 2 اللي هتتنفذ في الموقع هي المحسوبة دي، هي اللي إحنا حسبناها من القانون ده اللي هو تي 2 بتساوي 1 و3 في اتش 2 على 1 و2، هي دي اللي هتتنفذ في الموقع. انما تي 2 اللي احنا فرضناها في الاول دي فرضناها عشان نحسب منها ال داش. طيب طب افرض ان انا التي 2 دي لما جيت احسبها طلعت قيمتها اقل من 2 متر اللي انا فرضتها، ففي الحاله دي بعمل بزود طول القاعده، بعمل دروب هنا، دروب هنا كفاكتور اوف سيفتي، بعمل دروب بزود طول القاعده، بعمل ابرون هنا بحيث ان برضو ال انه يسيف الحكايه دي. طيب بالشكل ده انا كده عملت ديزاين كامل للفلور واقدر اخد درجه كامله بالشكل ده. طيب ده لو انا بحل بطريقه بلاي. لو انا بقى بحل بطريقه لين، ايه الفرق بين بلاي ولين؟ اول حاجه الثابت، الثابت كان سي بلاي ب 20 22 وهكذا. لين بقى الثابت بتاعه بيبقى 10 12 14. طبعا الثابت ده بيختلف حسب نوع التربه. بالنسبه للابعاد هي هي، ال1 بحسبها بنفس طريقه ال2 ال سكور والتي1 والتي2 والتي3 والاتش ديزاين بنفس طريقه الحسابات. بس لما اجي احسب بقى
السيركوليشن لينس هسميها ال لين. ال لين بتساوي سي لين، ده الثابت اللي هو 10 او 12. في الاتش ديزاين هي هي، اكبر هيد بيأثر على المنشأ من ثلاث حالات. لما اجي احسب ال داش في الطريقه دي، ال داش بتساوي، معلش هنا هي دي بتساوي، في شرطه مش باينه هنا، ال داش بتساوي تلت الاطوال الافقيه. احنا قلنا لين بياخد تلت الابعاد الافقيه، عشان كده تلت ال1 زائد ال2 زائد ال سكوير. البعد الراسي بيجي زي ما هو زائد 2 تي 2، دي ال داش. يبقى الفرق الثاني لما اجي احسب ال داش في طريقه لين، باخد تلت الابعاد الافقيه زائد البعد الراسي زي ما هو. طب لو انا عندي شيت بايل وعايز ازوده، يبقى الشيت بايل ينزل زي ما هو برضو لانه بعد راسي. طيب بعد كده بقارن ال داش اللي انا صممتها دي كمهندس، بقارنها بال لين اللي هو السيركوليشن دنس او الكود بتاعي. لو اللي انا صممته اقل من الكود بتاعي، يبقى انا محتاج ازود المسار، بعمل شيت بايل. لو اللي انا صممته ال داش اكبر من الكود، يبقى انا سيف، مش محتاج ازود المسار. في فرق تاني، لما اجي احسب ال اتش 2 كنت بحسبها اتش ديزاين ناقص تي 1 على سي لين، لا هناك كانت على سي بلاي، كنت بقسم على سي بلاي اللي هي 20 او 22. هنا بقى لما اجي احسب اتش 2 الثابت بتاعي يبقى سي لين، لا ناقص ال 1 على سي لين، بس في 3 جنبها. ليه 3؟ لان هو بياخد ثلث البعد الافقي في اي حسابات. يبقى لما يجي يحسب البعد الافقي في اي حسابات بياخد ثلثه. فـ H2 هنا الـ L1 دي بعد أفقي، مسافة أفقية اللي هو طول القعدة قبل الهضار، عشان كده أخد تلتها. يبقى إيه، خد بالك إن L1 هنا على 3، ليه على 3؟ لأنه بياخد تلت البعد الأفقي في أي حسابات حتى وهو بيحسب الـ هيد هنا. طيب جبت أنا الـ H2 عايز أجيب منها T2 بنفس الخطوات 1 و3 في H2 على 1 و2، وبرضه بجيب الـ T3 وبجيب الـ H3 بقانون. لما اجي احسب هنا ال 3 بتساوي سي لين، معلش هنا غلطت، سي في اتش 3 دي مش اتش ديزاين، دي اتش 3. يبقى ال 3 بتساوي سي لين في اتش 3 بتساوي اكس، اكس دي المسافه الافقيه اللي بتمشيها تي 3، اكس اللي هي المسافه الافقيه اللي بتمشيها تي 3. فالاكس هنا بدل مسافه افقيه بيقسمها على 3، اكس اللي هي المسافه الافقيه اللي بتمشيها تي 3 بيقسمها هنا على 3، لأن أي مسافة أفقية بياخد تلتها زائد تي 3. من المعادلة دي هجيب إكس. يبقى ده الفرق ما بين طريقة لين أو طريقة بلاي في الحسابات. وطبعا أنا لازم بحدد لك الطريقة اللي بتحل فيها المسألة، بقول لك لين أو بلاي. Precautions against percolations، إيه هي الاحتياطات اللي باخدها عشان تقلل من تأثير خروج الميه من التربه حوالين المنشأ؟ فالبريكوشنز الاحتياطات التي يجب اخذها لتقليل تأثير البركوليشن اللي هو ان جزء الميه يمشي حوالين قاعدة المنشأ. طيب الاحتياطات دي بتتضمن ايه؟ انا خايف من الداون ستريم، ان جزء الميه وهو خارج ياخد معاه بارتكل اوف سويل. فانا هنا هاجي على الصوره دي الاول، في الداون ستريم اهو، ده نهاية القعدة، ودي هنا جزيئات المية اللي هي خارجة. خايف احسن برضو رغم كل الاحتياطات اللي انا عاملها دي، خايف انها وهي خارجة تاخد معاها بارتكل اوف سويل، فبمنعها برضو ببعض الاحتياطات، بعمل بعض الاحتياطات. ايه هي؟ اول حاجة بحط بلوكات خرسانة زي ما سيادتك شايف، دي اللي هي بلوكات خرسانية. البلوكات الخرسانية دي اهو نقرا مع بعض، الابرونز او بلوكات الخرسانيه. يبقى ابرونز اللي هي بلوكات الخرسانه، ار اوف بلين كونكريت يعني من خرسانه عاديه، بلوكس اوف ابعادها عباره عن 1.5 في 1.75 متر ديب، يعني ابعادها 1.5 في 1 في 0.75. ده لو كان المنشا بتاعي كبير. لو المنشا بتاعي صغير، يعني احنا بنقول منشأ كبير ده في حالة ريجليتور، انما هنا احنا عندنا الهضار بيبقى غريبة منشأ صغير. For small structure
البلوكس دي بتبقى ابعادها اقل شويه، 1.75 في 0.5 سنك. البلوكات دي بتتحط جنب بعض وبينها فراغات، الفراغات دي ما بين حدودها من 70 ل 100 ملي. الفراغات دي معمولة عشان تسمح لجزيء المية بالخروج بينها. يبقى البلوكات دي بينها فراغات، الفراغات دي الوظيفة الرئيسية بتاعتها خروج جزيئات المية، عشان تسمح بخروج جزيئات المية. طب ايه اللي يخلي يأكد لي ان الفراغات دي هتفضل موجودة؟ ان انا بملى المنطقة دي بالبروكن ستون، بملاها بحجارة مكسورة عشان تمنع ان البلوكات تلزق في بعض، عشان اضمن ان الفراغات دي موجودة ما بين البلوكات. يبقى انا عندي نبص على الصورة، البلوكات دي بينها فراغات اهي، الفراغ اللي هنا دي، الفراغ ده قيمته من 70 ل 100 ملي، وظيفته الرئيسية خروج جزيء المية. اهو زي ما سيادتك شايف هنا في الداون ستريم، جزيئات المية بتخرج، السيبج لاين بيخرج ما بين الفراغات دي. الفراغات دي عشان تفضل موجودة اضمن انها مش هتقفل، بملى الفراغ ده بالبروكن ستون او الحجارة المكسرة عشان تمنع ان البلوكات تضم على بعض. طيب، وقلنا البلوكات دي ابعادها طبعا هنا عندي بتظهر في البلان دي البلوكات دي، وهنا بيظهر السمك بتاعها، وقلنا ان ابعادها حسب حجم المنشأ. لو حجم المنشأ كبير بتبقى ابعادها هنا، العرض ده مثلا بيبقى 1.5، وبعد كده ده 1، والسمك اللي بيظهر في الاليفيجن 0.75، السمك ده 0.75. انما لو المنشأ صغير زي الهضار بتبقى ابعادها هنا، عرضها اللي في البلان ده 1، والعمودي عليها 0.75، والسمك هنا ده نص، السمك اللي بيظهر في الاليفيجن ده نص. وقلنا ان في فراغات بين البلوكات. طب البلوكات دي تتعمل المسافة قد ايه؟ بيقول لك اعملها من 2 ل 3 داون ستريم ديبس اوف ووتر. يبقى نشوف الداون ستريم ديبس اوف ووتر اللي هو عمق الديبس بتاع الميه في الداون ستريم، واخلي البلوكات دي تمتد بعد المنشا من 2 ل 3 الديبس ده. فلو مثلا الديبس 3 متر، يبقى البلوكات دي تمتد من 6 ل 9 متر بعد المنشا، تمتد من 6 ل 9 متر بعد المنشا. طيب، تحت البلوكات دي هنا في فلتر، يبقى الدوائر المعموله دي والنقط دي ده فلتر بيتحط تحت البلوكات عشان جزيء الميه يمر على الفلتر قبل ما يوصل للبلوكات دي. فالفلتر ده بنسميه انفرتد فلتر، والفلتر ده بيبقى معمول من ساند اند جرافل، ووظيفته الرئيسيه انه الفلتر ده انه بيسمح بمرور جزيء الميه خلاله، انما لو جزيء الميه معاه جزيء تربه بيمنع مرور جزيء التربه. يبقى الفراغات اللي في الفلتر دي حجمها بيمنع مرور اي جزيء تربه، فبيسمح بمرور الميه بس. فالفلتر ده بيبقى سمكه 30 سنتي تحت البلوكات، سمكه 30 سنتي، وممتد بنفس امتداد البلوكات تحت البلوكات، ونفس امتداد البلوكات اللي هو من 2 ل 3 ديبس داون ستريم ووتر. طيب، يبقى انا عندي الفلتر ده بيبقى معمول من الجرافل والساند، وظيفته الرئيسيه بيسمح بمرور الميه وبيمنع مرور جزيئات التربه. فنيجي نقرا الكلام ده. Inverted filter of well-graded gravel and sand is placed under the blocks in order to prevent the losses of soil through the joints. يبقى عندي فلتر بيتحط تحت البلوكات، وظيفته الرئيسية انه بيمنع جزيئات التربة من انها تتحرك او تخرج مع جزيئات المية. بعد كده التكوين اللي بعد كده عندي هنا تو شيت بايل، يبقى ده شيت بايل وشيت بايل، والمسافة اللي بينهم هنا نص متر، الدبس بتاع الشيت بايل 1 متر، بملى الفراغ اللي بينهم ده خرسانة كونكريت. يبقى الشيت بايل، تو شيت بايل،
دبس بتاعهم 1 متر بينهم نص متر بملاها خرسانة. ايه فايدة الكلام ده؟ فايدته ان بيمنع البلوكات دي، بدل ما انا عامل بلوكات وبينها مسافات، يمنع البلوكات دي من الحركة للخارج، لان لو انا سبت البلوكات دي حرة ممكن البلوكات دي تتحرك في اتجاه اليمين، وبالتالي المسافة الفراغات اللي بينها تزيد. فعشان امنع الحكاية دي بعمل التكوينة دي لتو شيت بايل وبينهم خرسانة، عشان اقدر اتحكم في المسافة بين البلوكات تفضل ثابتة، وان البلوكات ما تتحركش في اتجاه اليمين. اخر حاجة عندي هنا في التكوين ده البيتشنج او التدبيش. بدبش قاع التربة عشان التدبيش ده بيبقى الماتيريال بتاعته من الحجارة، وابعاده بتبقى نص في نص، والوظيفة الرئيسية بتاعته انه بيمنع النحر في التربة، بيمنع النحر في التربة. فكل المكونات دي انا بعملها في الداون ستريم بتاع المنشأ، والغرض الرئيسي منها برضو ان انا بحمي المنشأ من البيركوليشن. ايه هو البيركوليشن؟ ان جزيء المية بيمشي حوالين قاعدة المنشأ، بخاف انا من الجزء الداون ستريم ان جزيء المية وهو خارج ياخد معاه بارتكل اوف سويل. فكل التكوينات دي معمولة عشان تمنع الحكاية دي. انا عايزك تاخد بالك واحنا بنقول كل حاجة، بنقول الماتيريال بتاعتها وابعادها والوظيفة بتاعتها، لان ايه ممكن انت تتسأل في الحكاية دي ايه البريكوشنز اجينست بيركوليشنز، فتبقى عارف كل مكون ابعاده ووظيفته، نقدر نبقى فاهمين الكلام ده. دي برضو صورة تانية للموضوع ده، برضو نفس الكلام، هو نفس الكلام. طيب في هنا ده شكل الابليفت بتاعنا بينتهي مع نهاية القاعدة نتيجة وجود هنا فراغات بين البلوكات، فالفراغات بين البلوكات دي بتسمح ان جزيء المية يخرج منها، عشان كده الابليفت بينتهي هنا. بس افرض بقى ان انا غلطت غلطة في التنفيذ في الموقع، ورحت اخد البلوكات دي ولزقتها في بعض، منعت المية انها تخرج بعد القعدة، دي نهاية القعدة، وانا جيت هنا منعت المية انها تخرج، عملت بلوكات جنب بعض ولزقتهم في بعض. ففي الحالة دي الابليفت بتاعك مش هينتهي زي ما انت عامله في النظري، انت في النظري عامل الابليفت هينتهي مع نهاية القعدة. في الحالة دي لو خطأ في التنفيذ، وإن بعد القعدة راح عامل البلوكات لازقة في بعض، أو عمل البيتشنج التدبيش لازق في بعض من غير فراغات، إيه اللي يحصل للأبليفت بتاعك؟ الأبليفت يكمل معاك ويبقى ده الأبليفت الجديد نتيجة غلطة في التنفيذ. فالأبليفت الجديد ده لو أنت مصمم الجزء ده على هيد معين، الهيد الجديد بقى أكبر بكتير من اللي أنت مصمم عليه، ده الهيد الجديد نتيجة غلطة في التنفيذ، إن هنا جاء في البيتشنج أو البلوكات وراح لازقهم في بعض، فبالتالي جزيء المية مش هيعرف يخرج، مش هيعرف يخرج غير لما ينتهي البيتشنج ده. معنى كده الأبليفت الجديد في الحالة دي، لأن الأبليفت بينتهي مع النقطة اللي عندها يبتدي جزيء المية يعرف يخرج، فانا عندي هنا جزيء الميه مش هعرف يخرج خلال المسافه بتاعت البيتشنج دي، عشان كده ده الابليفت الجديد، وبالتالي ده الهيد الجديد زاد عن الهيد اللي انت مصمم عليه، بالتالي المنشا معرض للانهيار. يبقى انا هنا اخد بالي من التنفيذ برضه، لان التنفيذ ممكن غلطه فيه تؤدي لانهيار المنشا رغم ان انت مصممه صح. فهنا كاتب الكلام ده بيقول pitching in mortar just downstream the solid floor shouldn't use or it should be considered as an extension to the floor and the uplift diagram will have a shape different from that used in the design. ايه معنى الكلام ده؟ بيقول ان ال pitching in mortar يعني التدبيش المسافات اللي بينها مسدودة بمادة لاصقة، يعني مفيش فراغات بين التدبيش ده، يجب عدم استخدامه بعد نهاية الفلور على طول،
وإلا لو استخدمته يجب اعتباره كامتداد للقعدة، لازم أعتبره أنه هو امتداد للقعدة. والأب ليفت في الحالة دي هيبقى شكله مختلف عن الأب ليفت بتاعنا أهو. في حالة لو أنا استخدمت بيتشنج إن مورتر، ده الأب ليفت الجديد. الأب ليفت في الحالة دي هيبقى شكله مختلف عن الأب ليفت اللي أنا مصمم عليه. فلو أنا مصمم على هيد صغير، الأب ليفت الجديد بيبقى الهيد بتاعه أكبر، وبالتالي ممكن المنشأ يكون معرض للانهيار. يبقى أنا لو غلطة في التنفيذ إن بعد القعدة بتاعت المنشأ بتاعي لو جيت عملت بلوكات ورحت مالي الفراغات بينها بمادة لاصقة، أو عملت بيتشنج، عملت تدبيش ومليت المسافة اللي بينها برضو بمادة لاصقة، يبقى أنا كده منعت جزئية المية إنه يخرج، وبالتالي الأب ليفت دايجرام شكله بيزيد على المنشأ. وبالتالي أنا مصمم نظري على هيد معين، الأب ليفت الجديد الهيد بتاعه بيبقى أكبر من اللي أنا مصمم عليه نتيجة غلطة في التنفيذ، فده يؤدي لانهيار المنشأ مستقبلا. بالشكل ده يبقى احنا كملنا الهضار وكملنا الديزاين بتاعه، ومع أطيب أمنياتي لحضراتكم بكل نجاح وتوفيق. شكراً.